Alors, professeur Omar Sfrioui, أخصائي في أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بالدار البيضاء ورئيس الجمعية المغربية لطب الإنجاب وطب الجنين. Alors, باش الناس يفهموا خصنا نعرفوا بأن هذه التقنية ديال تجميل البويضات هي كاينة من شحال هذه، إنما تطورت هذه السنين الأخيرة. علاش؟ لأن كاينة واحد التقنية ديال التجميد اللي هي لا فيتريفيكاسيون، واللي المغرب ربما من الأوائل اللي داروا هذه التقنية، وأول حمل وأول ولادة في 2007 في المغرب في المركز ديالنا. هذه التقنية خلت أننا تنقدروا نحتاطوا على الجودة ديال البويضة، لأن كان المشكل قبل التقنية ديال التجميد الضئيل اللي هو لا كونجيلاسيون لونت، داك لي كريستو اللي كيكونوا ديال الثلج تيأثروا على البويضات بحيث أن سو ديغراد، الحالة ديالها تتنقص. اليوم كنقدروا في المركز ديالنا مثلا أكثر من 98% ديال البويضات elles sont récupérées. Ça nous rajoute 98% de l'ébouillade. Donc, هذا طرح السؤال. المرأة مثلا ملي كتوصل لواحد السن ديال 34-35 سنة ومازال ما كتزوجاتش، أو مشروع ديال الزواج ديال الإنجاب تيكون مازال عندها معطل مثلا في أمراض السرطانية. كاين مشاكل ايضا ديال النساء اللي كيكون عندها البطانه المهاجره، تنعرفوا بان كتاثر بصفه كثيره على الرصيد ديال البويضات. فهذه الحالات كنا كنشوفوا المراه كينضاء الرصيد ديال البويضات ديالها، ما تنقدروا نديروا حتى شي حاجه، لان مشروع ديال الامومه ما تيكونش مطروح. اليوم المراه عندها الحظ كيف ما كان عند الرجل منذ سنين، منذ عشرات السنين، انها بنفس الطريقه مثلا ديال التلقيح ديال التلقيح، استادير تاخذ واحد الادويه واحد الحقن وتيكبروا داك البويضات، وداك البويضات تيتم استخراج ديالهم بصفه بسيطه، وتيتم التجميد ديال البويضات الناضجه. هذا تيخلي ان المراه تعيش باريحيه، مثلا اللي تيكون عندهم الامراض السرطانيه وتياخذوا داك الامر المواد الكيماويه. مع الاسف تنبغي من هذا المنبر نصيفط واحد الرساله للاطباء لي زونكولوج اللي كيتكلفوا، حنا مثلا ملي كنتكلفوا بشي مراه عندها مرض السرطان، تدي ملي كنفتحوا لها قبل ما تبدا داك المواد الكيماويه، تنحاولوا نحسوها نسانسيبيليزوها الى ما عندهاش وليدات، انها في مده شهر تقدر دير كاع اليوم. هادشي تطور بحيث ان تقدر من راجي في اي وقت في الدوره الشهريه تنقدروا نبداو في 24 ساعه العلاج، وايضا حتى من بعد الاباضه تنقدروا نديروا. كاين دابا دي نوفو بروتوكول اللي خلانا اننا مثلا في شهر واحد نقدروا نديروا دو سيكل، جوج ديال المرات استخراج المبيض، اللي تيخلي ان عندها مثلا 10 12 حتى 16 البويضه ناضجه، واللي تي ملي كيكونوا وصلوا 16، لان كل الابحاث نتمنى الابحاث في ايطاليا، لان ايطاليا طورت هادشي قبل منا. علاش؟ لانهم ما تيجمدوش الاجنه، تيقدروا يجمدوا غير البويضات او الحيوانات المنويه. واحد البحث يقول بان خاص بصفه عامه باش تكون عندك تقريبا 99% المراه الحظ انها تنجب، خاص يكون عندها 16 ديال البويضات مجمدين. بيان سور هذا ماشي ما تيكونش دائما سهل لافوار، سورتو بالنسبه للنساء اللي تيكون عندهم نقص في رصيد البويضات. لهذا بعض المرات نضطروا اننا نديروا جوج او ثلاثه ديال المرات داك العلاج واستخراج المبيض، باش يكون عندنا واحد الخزان كافي المراه كتقدر تصلحو في حاله الى تزوجات، او مثلا الى سالات العلاج ديالها المواد الكيماويه وبان لها بان الرصيد ديال البويضات ضائل بزاف وما وقع لهاش حمل في واحد المده. هنا تقدر تلتجأ لذاك المركز ديال الانجاب باش تصلح داك البويضات اللي مجمدين عندها.